الأشياء العامة اللي كتنفع جميع الناس وحتى الجسم السليم هذه. فبالنسبة لهذه الحالات، الناس اللي كيخرجوا في الليل الأشياء كتكون عندهم واحد الارتخاء ديال عضلات المتانة، وكيكون كاين اللي كيكون عنده أشياء أخرى بحال الناس اللي عندهم بروستاتا كتنفخ، واحد اللي كتنفخ البروستاتا كيكون تضخم كتضغط على النبولة، كتضغط على هذيك المتانة، وكيبقى الشخص خارج، يعني بخصوص الأشخاص اللي فاتين 60 سنة مثلا كيبقى خارج داخل. النساء كتكون عندهم غالبا، النساء اللي كيولدوا كتير اللي كتكون عند السن ديالها فوق 55 ولا فوق 60، كاين النساء اللي عندهم هذا المشكل ديال ارتخاء العضلات ديال المتانه كيوليو خارجين داخلين، ولكن اللي يعني ما كيقبضش كاع. يعني هذا حديث اولا ماشي خطير، لكان غير من ارتخاء المتانه ماشي حديث خطير، ولو ان الناس شويه كيكونوا منزعجين من هذا أكيد المشكل ديال الخارج داخل، ولكن هذه مسائل طبيه محضه، يعني خص استشاره مع الطبيب. نبقاو في بعض الحوادث الاخرى، لان اذا كانوا الناس كيشربوا الماء بكثره وكيمشيوا للمرحاض بكثره هذا جيد، هذا يعني جيد ما بالعكس، كان هذا مشكل. جيد، هذا انسان، هذا جسم سليم جيد. وكنلاحظوا على ان النساء ملي كيمشيو مثلا عند طبيب طبيبه امراض النساء جينيكو، ملي كتبغي تعمل لهم ايكوغرافيا كتشربهم اترونس ديال الماء باش اوكي هذيك المتانة تنفخ وتضغط على الرحم باش يبان باش نوفي في الايكوغرافيا. كيلاحظوا ان النساء كيشربوا ايترونس بسهوله، ما كاينش مشكل، كياخذوا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق كيشربوا ايترونس. لو بقاو النساء يشربوا هذاك الليترونس اللي شربوه عند الطبيبه، لو كان يبقاو يشربوه مع الصباح كان يكون احسن. علاش؟ لانه جيد جيد. فهذوك النساء من تم اللي كتشرب ليترونس عند الطبيبه ما خصهاش تخرج من عند الطبيبه، واخا تسالي من الايكوغرافيا خصها تبقى عندها حتى تمشي للمرحاض، لان كيوصل واحد الوقت بعد نصف ساعه كيوصل واحد الوقت ذاك الماء كله كيدوز وكيتجمع في المتانه، اللي المراه كتحرج الا خرجت وما لقاتش مثلا الحافله ولا ما كانتش عندها سياره ولا شي حاجه غادي تحرج. كاين النساء كينساو كيخرجوا من عند طبيبه هذه ديال الايكوغرافيا وما كيردوش البال، ما كتقدرش توصل للدار حتى كتبقى، وما خصهاش يعني تبقى حابسه، يعني البول الا تجمع في المتانه ما خصش الانسان يبقى حابسه بقوه. هذا خطير جدا، خطير جدا، ما خصش يعني كيوقع يرجع، ممكن البول يرجع لهذه الكليه. نعم يرجع الكليه، ما كيبقاش لي شونج، لان الكليه كتعمل بالاوزموز، ما كيوقعش واحد لي شونج، وكيوقع واحد المشكل خطير جدا. الناس ما يحاولوش يجهدوا نفسهم باش يحبسوا هذاك الكميه ديال البول اللي تكونت عندهم في المتانه. وكاين الناس اللي كنلقى نشوفوا الاولاد كيبقاو يتهزوا ويتحطوا، لان سميتو علي الولد لا حرج، اي انسان عنده مرحاض يدخل الولد يتبول ولا شي حاجه، ولا في القسم كاينين مثلا المعلمات اللي ما كينتبهوش لهاد الاطفال غير يمشيو للمرحاض وتقول غير دايره ليا بالعاني ولا غير بن، لا خاصها تنتبه للطفل. يعني لان عليا ما غاديش حنا لا نطالعوا على الغيب، هذاك الطفل ولو كانه كذب خاصو يمشي للمرحاض، لان كيوقعوا مشاكل لما تقولش الشخص في الوقت ديالو ماشي، هذه رحمه من الله، لان باش نعرفوا ان من النعم ديال الله سبحانه وتعالى ان الا غير تعطلت لنا هذه البولاء يعني الانسان كيتلف. هذه خصو يشكر الله سبحانه وتعالى بعد غير على هذه. ثم ان الانسان اللي بغى يعرف النعمه ديال الله كذلك نفسرها احسن، انه يعمل واحد ثوب اسود على عينيه ويحاول يبقى 5 دقائق، ما غاديش يصبر غير باش يعرف اشنو عاطيه، باش يعرف يعني النعمه ديال الله عليه سبحانه وتعالى. ومن النعمه هو هذه القضيه ديال خروج البول، وان الان الناس كثير من الناس كيتشكوا يمكن كاين الناس من القضيه كيتحرجوا، وان البول الا ما خرجش من الجسم جسم مريض. هذه يعني هذه لا لازم تكي. وفي النظام الحالي، النظام الغذائي الحالي، الماء ما كيخرجش. علاش؟ لان الناس ما بقاوش كياكلوا الخضر والفواكه بكثره، ولاو كيغلبوا اللحوم كتتخن الدم، ما كتصفيش الكلوه مزيان، لان ملي كتكثر الدسم واللحوم في البروتينات كتولي كلويد، واحد الكلويدال يعني محلول كلويدي في الدم كيعقد كيتخن، وما كتصفيش الكلوه مزيان، كترهق الكلي كترهق مزيان، وما كيخرجش الماء، وما كاينش بوتاسيوم اللي غادي يدفع الماء يخرج، لان ما كياكلوش الناس خضره ولحم. ولذلك كنشوفوا الطبخ المغربي العريق كانوا كيديروا طري في اللحم مع الخضره كثيره وكياكلوا بالخبز، يعني كاين بوتاسيوم اكثر من الدسم. الان ولا العكس، الناس ما بقاوش كياكلوا بالخضر، ولا كياكلوا اكل جاف ما فيش مرق ما فيش ماء، ولا كياكلوا اكل جاف لحوم شويه ولا اشياء ولا هكذا، يعني حتى الخبز ما بقاوش كياكلوا به، ولا كياكلوا بالسكين والفرشات. فطبعا الماء ما بقاش كيخرج من الجسم، الا ما خرجش الماء من الجسم جسم مريض، يعني خطير، يعني هذه حاجه يعني ترتبط بالصحه. ولذلك نحن هذه القضيه ديال العلاج بالماء نحن جدا. نقول الناس يكثرون من شرب الماء، وياخذوا 2 3 مرات في السنه العلاج بالماء. شنو ياخذوا؟ البوتاسيوم، هي خضر وفواكه،
يحبسوا اللحوم ياخذوا خضر فواكه بكثره ويشربوا ماء بكثره باش يردوا هذاك التوازن في الجسم ديال الماء. حيت كاين بعض الناس اللي كيخافوا ملي كيشوف راسو كيشرب الماء بزاف كيخاف كيقول لك انا مصاب بشي مرض او داء السكري، لان الناس اللي كتعاني من داء السكري كاين اللي كيشرب بزاف. من العلامات الاولى، من العلامات الاولى انه علاش ولكن كنظن الماء مفيد بالنسبه ماشي كلشي. الناس اللي عنده حالات طبيه غادي يستشر مع الطبيب. نحن نتكلم عن الحالات، عن الانسان العادي الجسم العادي العادي وكيشرب بزاف. وفي فصل الصيف الناس ما كينتبهوش للتعرق، وان العرق بعض المرات كيمشي بواحد الكميه اللي ما يتصوروهاش الناس. يقدر الشخص يضيع حتى الليتر ديال الماء على شكل عرق، والبخار اللي كيخرج من الفم اللي كيكون يتكلم والتنفس، يعني الانف والفم والعرق يقدروا يديو يضيعوا حتى اكثر من لتر ونص اللي كيدوه في اليوم. ولذلك يعني العلماء نحن في علم التغذيه كنقولوا لازم لتر ونص في اليوم ماء، هو يعني اقل كميه يعني اللي ما خص الانسان ينزل عليها. واللي يشرب 3 لترات في اليوم يكون احسن، ولكن يكون ماء نقي، يكون ماء جيد، لان جوده الماء هنا هي مهمه جدا. ولذلك كاين فرق ما بين ماء المطر، لو كان الناس يعني يقدروا يجمعوا هذاك ماء المطر في اناء نقي وفي منطقه نقيه، لان ما يقدروش يجمعوا في المدينه لان كاين دخان بحال المناطق الجبليه ولا في البوادي اللي مازال نقيه، يجمعوا الناس شويه ديال الماء ديال الشتاء. والنساء كيعرفوا انهم كانوا كيصبنوا به كيخرج الحوايج، علاش؟ لان ما فيش املاح كان كيخرج الحوايج. وهذه هما كانوا تيقولوا المنطر هو ماء المطر، غير هما العربيه جات هذا المنطر جات من ماء المطر. كانوا تيجمعوه في اواني نظيفه جدا، وممكن يشربوه يتصفى ويتشرب، ولكن يجمعوه في اواني نظيفه. اقول لان كاين جراثيم وكاين بعض الامراض المعديه شي ما بقاتش كثيره، ولكن على الاقل يتفاداو الناس هذه يخليوا الامطار الاولى ديك الشتا الاولى اللي كتصب، لان الجو فيه غبار وداك الشيء تنزل، ومن بعد ما يصب الشتا واحد 7 ايام ولا 10 ايام ولا شي حاجه كتكون السماء الجو صافي، كيكون مناطق نائيه ما حداهاش يعني معامل، ما كاينش دخان ديال المعامل، ويشدوا هذاك الماء ديال المطر ويشربوه. هو هذا الماء هذا الا شربوه الناس دافي دافي شيء ما، هذا ماء يذيب الحصوات ديال الكليه. علاش؟ لان ما فيش، وماء مقطر لان ما فيش املاح معدنيه. هو ماء يصلح كذلك حتى الناس اللي عندهم التهاب الكبد سي بي، يعني علاش؟ لان الكبد خصو ماء نقي، ماء مفلتر، ماء مصفى، يعني ما خص هادو صحاب الكبد. علاش؟ لان الكبد هو العضو اللي كيمشي ليه كل شيء، كتراكم فيه جميع الاشياء. سؤالي دكتور محمد الفايد، دائما افكر بان هل يعني الناس اللي كيعانيوا من امراض مزمنه شرب الماء يفيد في شفائها؟ اكيد الناس اللي عندهم ربو ولا عندهم حساسيه، خصوص اصحاب الحساسيه، اصحاب الحساسيه خصهم ما يهبطوش على 3 لترات في الماء في اليوم، ماء معدني وماء معدني ولا مصفى. علاش؟ لان الاليرجينات، لما الناس ملي كيحكوا ملي كتخرج فيه واحد الحساسيه واحد الحكه كيخاف غير على الجلد، خصوص النساء كيخافوا، ماشي الجلد هو اللي مشكل، هو الكبد هو اللي مشكل، لان التسمم ديال الحساسيه الكبد هو اللي مشكل. ولذلك خصهم يشربوا الماء بكثره باش يخرجوا الاليرجينات، باش هذاك التغسل يتغسل الجسم. ربو كذلك، لان لما شربوش ماء خصهم تنفس عميق مع الصباح، اصحاب ربو تنفس عميق لمده 4 دقائق، يتنفس في يخرج البالكونه ديالو ولا يخرج الجرده ولا يخرج الشمال، يكون جو مع الصباح تيكون غالبا ما كيكونش السيارات في الليل، كيكون الجو مع الصباح مزيان ولو في المدينه، خصو يتنفس 4 دقائق تنفس عميق جدا باش دخل الاكسجين للجسم. ثم خصو الشرب ديال الماء هذا اللي عنده الحساسيه واللي عنده مرض والدقه، خصهم يشربوا الماء بكثره اكثر من الناس الاخرين. الناس اللي عندهم زوائد بحال الناس اللي عندهم سمنه، اللي عندهم سمنه ولا عندهم كوليسترول ولا عندهم شحوم في الدم، خصهم يشربوا ماء بكثره. والا يعني الجسم خصو الجسم يتغسل، لان الماء كيهبط هذه الزوائد كيخليها تمشي مع السوائل مثل البول، يعني خصها تهبط، خصها تخرج من الجسم. هو الماء كيخرج هذا السموم من الجسم عليه، والماء كنغسلوا به حتى من برا.